استاذ محمد صوان منسق عام المعادي وترى الحمله من اجل مصر، بنرحب بيه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. كلمني عنها الايفنت اللي منظمه حمله من اجل مصر النهارده وتوظيف الشباب. هو الحقيقه احنا عاملين النهارده ملتقى توظيفي للشباب، للشباب الخريجين بالذات، وذلك لاستهداف 500 وظيفه عمل لشباب من اجل مصر. واحنا طبعا الكلام ده احنا مش جايبينه من فراغ، ولكن من ضمن اهداف الجمعيه ان احنا الملتقى التوظيفي ده بيتكرر. احنا يمكن عملنا ملتقى توظيفي قبل كده، واحنا في نفس الوقت برضو تنفيذا لتوصيات منتدى الشباب اللي كان في شرم الشيخ، وتنفيذا لتوصيات السيد الرئيس، ويمكن كان من عنوان منتدى الشباب وي نيد تو توك، ان هو لازم نكلم الشباب. احنا النهارده بنقول لكل مصر وبنقول لشباب من اجل مصر، احنا وي نيد تو اكت، احنا لازم نفعل التوصيات دي على ارض الواقع، زي ما احنا واقفين النهارده في كبرى شركات الاتصالات في مصر وكبرى شركات التوظيف علشان نوفر 500 فرصه عمل للشباب تنفيذا لمؤتمر شرم الشيخ وتوصيات السيد الرئيس. الايفنتس اللي كانت تنظيمها الفتره اللي فاتت بتستهدف برضو فرص عمل زي كده، ممكن تكلمني عنها؟ والله كانت حوالي شهرين احنا استهدفنا منها حوالي 80 فرصه عمل، والحمد لله قدرنا نوظف اكتر من نص الشباب دول، والحمد لله ربنا وفقنا والشباب مبسوطه وشغالين لحد دلوقتي، وان شاء الله نكرر الايفنتات دي على كل شهرين كل 3 شهور وربنا يسهل. يعني الاسس اللي بيتم عليها اختيار المتقدمين للوظائف يعني بتبقى ايه؟ والله حضرتك هي الاسس اولا لازم يكون خريج الجامعات المصريه من حامل ذوي المؤهلات العليا او معهد 4 سنوات، طبعا بيجيد اللغه الانجليزيه وبيجيد طبعا الكمبيوتر او ان هو يقدر يشتغل على الكمبيوتر. يعني هل الفتره القادمه هتشمل الايفنتس ممثله الايفنت؟ احنا الحمد لله شغالين على مستوى الشباب، بنستهدف الشباب سواء على المستوى الوظيفي ان احنا نقدر نوفر لهم وظائف، او على المستوى التدريبي ان احنا نقدر نأهلهم لسوق العمل باختيارنا لبعض من الدكاتره والناس المتخصصه في علوم الاتش ار والعلوم الانسانيه علشان يقدروا ان هم يساعدوهم ويأهلوهم لسوق العمل. انا اسمي رامي العسكري، بشتغل مدير الموارد البشريه لشركه وصل اوتسورسنج. اهلا بيك يا استاذ. ممكن تكلمني عن الايفنت اللي منظموه حمله من اجل مصر في الشركه النهارده؟ تمام. والله هو احنا كشركه اصلا اوريدي بنقدم فرص عمل للشباب سواء في القاهره او خارج القاهره. الجمعيات من اجل مصر كان في اتفاق بيننا وبينها ان هي تقدر توفر لنا مجموعه من الكوادر البشريه الملائمه للوظائف اللي احنا بنوفرها، والحمد لله كان الاتفاق مثمر جدا، والايفنت النهارده جايب اعداد كويسه من المنطقه بتاعه المعادي ودار السلام. احنا اوريدي كل الوظائف اللي عندنا موجوده في القاهره كلها، بلس كمان ان احنا عندنا توسعات في كل المحافظات، بس النهارده لا، انا شايف ان التعاون كان مثمر الى حد كبير، وان شاء الله هنكرر الايفنت ده تاني ممكن الاسابيع اللي جايه كمان باذن الله. لأول مرة حملة من أجل مصر بتتعاون مع شركة وصلة؟ بالضبط، ده أول مرة بيحصل بيننا التعاون ده. مدام لميقة حسين من سكان المعادي ومهتمية بالعمل التطوعي. طيب كلميني عن مشاركتك مع حملة من أجل مصر. والله يعني أنا مهتمية جدا بالعمل التطوعي زي ما قلت لحضرتك، وشفت أن الجمعيات من أجل مصر بيعملوا حاجات كويسة كتير جدا، زي مثلا ملتقى توظيف الشباب ده اللي معمول دلوقتي. أحمد رجب، عضو جمعية من أجل مصر. طيب كلمني عن الحملة ومشاركتك فيها. احنا بنحاول نخدم الشباب، والعمل التطوعي أهم حاجة. بنحاول دلوقتي، احنا النهارده جايين في ملتقى توظيفي، بنحاول نوظف 500 شاب، وخدمه العمل مع الناس كلها. بس ايه اللي بتقدمه للحمله؟ في وقت فراغي بساعد، بننزل حملات ضد الغلاء، في بننزل حاجات نشتغل فيها، بندرب أطفال، بندرب ناس كبيرة على العمل التطوعي. عرفت عن إيفنت اللي منظموه حملة من أجل مصر النهاردة لتوظيف الشباب منين؟ من خلال طبعا كنت متابع على الفيسبوك على الصفحة بتاعت الأستاذ محمد صوان، ومن خلالها جيت عشان اقدم فيها. انت خريج ايه؟ انا معايا حضرتك دبلوم صنايع، وقدمت جامعه عماليه واتخرجت من كليه اعلام. في وظيفه معينه جاي بتقدم فيها يعني ولا والله هو على حسب الوظائف اللي موجوده، فاحنا ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله.
عرفت عن الايفنت اللي منظموه حملة من اجل مصر لتوظيف الشباب منين؟ على النت، على الموقع بتاع مصر. النهارده جيت قدمت السي في بتاعي وعملت انترفيو، في سكند انترفيو تاني. تمام، عملت انترفيو. طب ايه اللي تم في الانترفيو بتاع النهارده؟ اتسالت عن اعرف نفسك وبعض الاسئله اللي علاقه بالشغل نفسه، مثلا تعرف يعني الكول سنتر، عن الكاستمر سيرفيس، وهل في وجه معين تحطه في دماغك ولا لا، والاكسبيرينس طبعا لو في اكسبيرينس قبل كده. يعني المفروض ان هم هيبلغوك بالوظيفه امتى؟ او لا، هو الاكسبتد في وظيفه معينه قالوا له انك بالفعل هتيجي يوم الخميس. تعرف ايه عن حمله من اجل مصر؟ انا والدي هو رئيس الجمعيه في المرج، ومقرر حمله الرئيس السيسي اصلا برضو في حي المرج، وعمي من ضمن الجمعيه نفسها، لان عمي نائب في البرلمان وعضو لجنه تشريعيه ودستوريه، وانا ان شاء الله يعني في حمله الرئيس السيسي هكون احد الشباب المنضمين للحمله ان شاء الله قريبا. واحنا لحد دلوقتي بنستغل المقرات بتاعه النائب عيد هيكل، وهي عددها 6 مقرات في المرج. اي حد عنده فكره مجتمعيه في التعليم، في الصحه، في اي مجالات بيجي بيقدم وبنسمع له، واذا في الامكان مثلا الجانب التشريعي مع الجانب التنفيذي يبقى في بينه خط ولينك نقدر ننفذها.